شوية خطو منيح شوية الحوت علي يا بريك ضيق علي جزمتني ضيق قلت لي ضيق اسمع اسمع مرجان إذا كانت عم تولي بلدي من البلدية الكبار إذا كنت تتحمل تقزميت وتقرميت أواخذي سيدي المارسال قلت لي ضيق طوفتك الغرزتين في الساقين ونحلك حالتين في الأجنبي ولي قدك يا بيه طولي حالتي في الأجنبي ولي قدك بيه دونها أبريتها أخي شبيك ما دنيت لي فيه برشا جيابها عجالة نلقى وين دني الصواري بالحوت عليك الموديل وهذا يزيو في زوز الزياب واحد لوني تحب ندي الالوان حط في قلبه البوزي تاعوني برشيت ايوه والاخر من داخل يحط في قلبه باكو الشواقر قلت البلديه يدن هكا مكتوب من برا يقولوا خر عندك ونايفين ندني المزايات دنيهم لوني الفوق عيوني الفوق نايفيك كابوراتشي راح جاي شنو خير ان شاء الله قول ها تاو الزعمة كي تشوفني للا فريدة تتخبط فيا او تتخبط فركة يا سيد المرجال يا تراكو يا افتح الجي ملوحة يا مولانا العظيم يبقى قلت ناي تاو بالكصيم هوايا وليت بلدي عظيم انا بلدي عظيم اكلك بيت اول اكيت اكا بوران شيف برا ناي زدت لك في الباقة 5000 اسمع يا طلق يدلوني 5% تعا يا ودي دخل سيد المرجال اسمع اسمع كابورا الشيف برنشي الزهرة قول ليها تحط لي القلاصيت القرمسود والصباط العكري في الشمبري متاعي عجلته وبعد شوية باش نقابل بهم سيد الفاضلة معنا قرمسود وعكري يا سيدي المارسال لهم اللي كان كبوت على القياس واسم قرمسود ليه ليه راح سيدي المارسال عاتيني شوية دور عصوارك ايوه قلت لك انت زملك عمش يفوري لا انا شيفوري جوك ما لازم تخدوا انا عم اللي خلق القياس طلب البر بريخة قرباني سيد مارشال زورة قتل كان يزيد باهي كبراشي من دلي سنتورة ندور لك باسم سلاني ها واه ندور لك باسم سلاني سنتورة اي هذي اي ملانه يا جي يا عبد ربي ها اعطيني ربي بس مثلنا يا لك بس نزل بخصوصك البلغة خداش وتاتها ايه بيه سارة ايه ليه لا بيه السيدي ماشين شو هذا يا سيدي ماشين عجبتك شو عجبتك عجبتك الكسطين ايه سيدي قمعة يقولوا ليها كسطين نوني قربك اسمها زهرة ندور نقوليك اسمي ها بكاسش تقولش عليك بكاسش اسمي ها اسمي ها جلتي لبوع من ازاد كاما لحك بكو وقت فلوطار ونعطيك 30 جلدة يا سيدي يا ولاد اللي نعطيها في الورد وهي تكسش اسمي ها يا سيدي ها اسمي ها تقولش عليك بكاسش وجلتي لبوع من ازاد كاما لحك ايه هلتش على دي عضتني يعطيها بقيها حليلها من ذا سنونها تقولش عليهم سنون فار بيه يا سيدي حليلي ومعاش تهل نضحك بالكل بيه اسمع تتحاسمي هاي يعطيك بقلة ونعوشة تخملك اسمعي نانداون نقول ليك تحط لي القلاصيت القرمة السودة وصبت عكري في الشمبري متاعي عجل بعد شوي ندور نقابل بهم سيد الفاضل وعماه وشين وش بيك جد يا كبير شنو هاللي لابسه هذا قل لي ما كفاش معامل تحب تردنا ضحكه في البلاد هدوجه ها نعم يضحك عليا كان اللي ما عنداش كيس ونوني قرده قوت كيفيني بلا قرده قوت بلا كلام مرضي راجل كيفك اللي يقول لك حقك صبحة وتجيدة واللي تعاند لي في الأولاد الصغار هدوجها ناي قلت لك ندني زي ما يدنوا الأولاد الصغار السواريد السواريدي ويخلف على الجيرة اللي جابتهم ليها
اسمع هي، واللي عجبه عجبه واللي ما عجبهش هو انا الحيوط بالزياد. وانت كان شكيتي تتبعيني هي، ما كانش تقعدي وانت وبنتك صمامة نتبعوه باش نوليو كيفك. ليه يدي ما قاعدة انقاطي من كلمات الناس ولسانيتهم. دارنا ولات منعوتة بالصبع النهار كله شاشة الخمة مشعر كيف الدربوس. اش قالي واش قلت باش نتفرجوا على المريشال وانت جرب صباحي ما زيت. اهي تحشم شوية. اي والله لله عندها الحق وحق ولا عايشك. فاش قام عليك عم هالزوية شحوشة اللي مسيبيه في الدار كوني ولا ناكلك. ابوك الواحد يغلط تبقى الغرادة ما تعرفش عليهم من يخرج منك كيف جنون ويتيحوا يطبلوا ويزمروا حتى في هذا عين الشيلان الكل. اللطف هزهر انا نقول لك تحشمي شوي خير ليك. هذوك الموزيك جيه بتاع نيناي والماريشيلة ما تقوليش عليهم هكا. لا حاسب موزيك جيه لا طبال الباشا يرضي الرابة اللي يأكلوا هالي يوم الصبيح. شو انا حطيت ساقي في باب بيت النوم وما نفرق ان هذو دعتهم 100 سنت بقدامي وبداوا يطبلوا ويزمروا وهما قالوا يفكوا الا ما اختفت عد صبركة ودخلت عليهم. يا ملا عدينك فيهم يا ملا عادتي انت عقلك على مرض الله تحب تهبلني في جرتك. وجاء سيدي بوم عيزة وجاء سيدي بوم عيزة وجاء سيدي بوم عيزة للثالث خطرة خطرة ما تقعدوا كان بقرات. احنا بقرات بارك الله فيك. لو كان الدنيا دنيا راك خممت على طفله بنتك وعطيتها الراجل اللي قريب تطفر الشيء. انتي ناي ناي ما عندي بناويته باش انتي بنتك انت. اي كيف اللي ماش مشروط عليك في الضيق. اي لا لا هكاك شرطيها عليا في الزهر. اي مالا عسيدي اما ما قلتيش لا ياخذ ليها الدراج. تو كيف شتيتي هي تو شوف ليها الدراج عبروس بلدي زي ناي. كان هو يا يما اخي ناي باش نتوقف. اهدوجة راح جاي اسمعي اسمعي نيقول نخذ ليها هذاك المدب نتاع القراية كم يردها بنتي زي نايه. المدب نتاع القراية خليه ليك انت. اما هي نحبها تطلع سكرم بكرم لا تفهم ولا تطعم. اهدوجة دوري البلدية يقعدوا يقولوا بنت الماريشيلة طلعت جحشة جحشة ابوها قاري عربي وفرنساوي. لا لا الله ينحي خمجة. لا 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 نايمة قريش بالفرنسيس. اه اواخني واو راسك على راسك على راسك. والله 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 لو كان مش يقولوا عيب الا ما نكري عليك زوز حتى 100 يمهدوك ويرجعوك للصويبه. يا دوجه اذا قريوني القرايات الكل كايه خلهم يجلدوني بمية قدام عباد ربي جملية ونظل نقول واو ياي ويردوك تتصرف في دارك وفي امورك. وشيني واش قلتي واش قلتي؟ يردوك تعرف تتصرف في دارك وفي امورك. لا لا هدوجة هضايا ماهوش اموري هي هضايا يقولوا لي هنثر ايه الرق في قبر خليك تفتح من اسمعي هدوجة خبوكي تطلعي وشين هي هضايا الحديث اللي مبرليو به نحنا واش يسموه؟ يسميوه الرجوع لطريق المستقيم يا ولدي. لا لا الله يقولوا لي انثر الزهره اكيد خبوكي تطلعي واش هي الحديث هذا اللي مبرليو به احنا واش يسموه؟ تراه يقول لي تراه يا زهره يسموه كلام سيدي يعطيك رزام تخبتك. هذا يقولوا لي انثر جحشه والكلام والقراية بتاع الواو والياي والها يقولوا ليها يقولوا ليها يقولوا ليها قراية البوز. أسمع أنا كلام معذب الأعمال من عماها الله يا ولدي. واش قلتي واش قلتي؟ الأعمال من عماها الله. لا لا هدوز هذه قراية العماية من قراية ناس بكري تشفي على جداتي معيكة. إيه معيكة. أما لو كانت تقرا عليا تو تو تولوا بلدية زي نايا. انا اي راح راح يدوجه كالتكري راح اعمل عقلك خير اوه برا لله اعمل عقلك يا بنتي الزهرة راح كالتكري للي عاد تقول لك برتم عادش يخش علي الحق الزهرة لا سيدي اسمي اذا تكري علي يفتح عليك ربي. لا لا تو نزيد لك في الباقة. ها ها اسمع يا سيدي إذا تزيدني في الشهرية طول نبدأ نقرأ نبدأ نقرأ حتى ناخذ القراية الكل سيدي. ليه يخذك ربي وناي ودوجة نقعد نقول طمّا بيه يا سيدي ما تغشش
بالغ بشويه نقتلوا انا ولا لا. اما ما تحايليش عليه على شرط كي شي لحاجه باش تذهيها وتطير لي الغرب. ايه جيت اقراها ونخذ ليها كلها لا تشتي. اجا لهوني اجا لهوني الفلوس يخرجهم لغيرنا اللي تمسخروا عليها مالي نحنا ديما تحبه. وانت انا شخطرت يا اخي ما تحبش دبر حويجه اسمع خلينا نعملوا احنا نقراو تو ندبر لك حويجه تنسيك كل شيء يا بنتي. ما لعبت كيف نهادم يلزم هكا وقت لا يا بنتي والله ما تحصل على صور. انا واش قاعدين تبريوا مع بعضكم بعض قاعدين تجروا بلا مد ولا لك للا الماريشالة واش قيل ما تقرأ إلا على شرطي. واش يقولها ترى تشري لها شركة وبلالتي. لا ونجي نجي تقرأ مركتها ونشري لها بلالتي يقولوا هكو 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 وين سيدي كي نقرأ عليك زيدي في شهرية. انت كي تقري علي نزيد لك في الباقي ونعلق لك شافة ثانا. ايه زيدي في شهرية واخذي واش بيها ترغي تقولش عليها عم الشيردة. ماني نقرا باش ربي يفتح عليا وتدي يدي بشهيتي. يا وكيفاه هكاك هو هاو كيفاه الدنيا كيفاش الدنيا افتح دقياتك حتى تبان الهاتف ومدي شواريبك وقزمطيهم وطربقيهم اما بعضهم وتطلع واو يا لفر معايا خليك تربح حاجة وفيها قدر العقيق الضر هذا اسمي ها راح يا راح يكتقري يا راح يا راح يا ولدي انا مرض عقلي من نجمش الحاجه يا خلينا يا سيدي في عودها هاي لا اسميها يمكن الثانيه كيفاش انتني هذه دقيقتك ها هي حتى تبان لي هاتك ومدي شواريبك وقزنطيهم وترك بيهم اما بازار وزيد يا مهضونه هاك جماعتك نزل 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 واغطي بطلك وبطلك هيا هيا احفظ اللي قاعد ولي كله زيدي في شهري دوروا تجروا انتم متينة لا لا لما واحد براني خلف الغدرة وما فقناش بيه وعليه هيئة أولاد بلاد وانت ماك علمتك نشوفوا واحد براني نضربوا المارش كان واحدين ما على رسولي إلا البلاء واش عندك لبس عليك هيا برا وكي تمشوا لجيردة واخذوا غنياتكم نزل بس متنزبوناش هيا يلا سلام وحسين احنا الحم وانت السكين هاي يا مارشال شو الاحوال هون بيت لا بيت وانت يا ندوجه الحوال فرحتها احوالنا هو ثم حد مطلع عليهم اكثر منك سيدي يصور لك الفلي وكل يوم يزيد عقيده اه يا ندوجه المارشال عمرو بيقول وما يقول كرسيح الله 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 شو هالوهره وهالقد والاعتدال والخامة والبنة والبلوك عجبتك الكاستين شو عجبتك هضايا يقولوا لي نوني قردقو ايه وتاتك ياسر انت راشنو هو الشيء اللي جابش يطلبوا فيه مكبوك كيف عليك منهم بالكلام فارغ لازم هدرة فارغة اسمع انا مش كم قال يجل هوني حشي للا عندي صابونة من بعد العام تعاوني يبدأ يا سيدي جيتك باش نعلمك على حكاية الخاتم راح تتولي باش نهديه باسمك ويعلم ربي اش تعبت واش لحيت باش قبلته مني اخيرا لفريده اي هو وقتي حسي دوجه موقفه ودانيها تقولش عليهم انتين وتاع راديو راح جاي نتركنو هنا ويك ونهدرزو على بعضنا بعض قولي السيد الفاضل اخي واش قالت ليك شافته هكا هكا يبقص واش قالت ليك عجبها ياسر هي قالت هالراجل هذا مهدالي الخاتم إلا ما يحبني ويعذبني من الله اسمع سيد الفاضل وجاه سيدي بومعيزة وجاه سيدي بومعيزة وجاه سيدي بومعيزة لثالث خطرة كان نايح شمال منك عجال انت تخدم فيا لله في سبيل الله حتى دوج عيلتي هي من ذنة شعمال لا يا راجل شكرا على واجبك جات راه عطيني 50,000 فرنك هي تو ما تخرج نعطيهم الفريدة هي تو سيدي ربتها من عند الخياطة هي باهي باهي
شفت ابوك يتخليو بعضهم يبداو ودو ودو سبحان من يفرق تو نديرو نعكه كيف العاده ونجيب لك الصحيح يا جنان فيها مساعده. اسمع السيد الفاضل قول ليها اتسوق وتدبر وتحرق عالفين ناي ندور يمكن مدبغة مسوكة محرقصة عالجيل دوجة عيل تاني يقول ليها سوكي ودبغي ويتفز تحكي علي تانا هات الفلوس توا تسوك وتدوغ وتدبغ وتحرقص يا ترى شنو الشيء اللي جابش يطلبوك. اسمع السيد الفاضل قول ليها ما تخرج من حوشها كان ما ندزلها شيفور بالمرداس يكركرها لهنا ويكا وانت اعماها تهنى ما تخرج من حوشها لما تبعث هذه تكركرها وانا اعماها. اما قل لي ايش عملت في مرتك يا اخي مثالش ترى مرة برانية في دارها اكيدي بالحرام كانت تنوض علينا بمتهيد. اي اسمع ماني قلت ليها الليلة تلم روحها وتمشي هي وشنتي يا بنتها بيت في بيت خوها برا على ترد شتويب اكد فهمت شنية الحكاية شوف شنو اللي حتى هلا الفريدة هلا الفريدة ها سيد الفاضل توا 3 شهور هلال يصب في هلال وخيك متحرك للنهار هضايا هلا الفريدة يعجني خش قليبك ونقعد ثم هلا الفريدة تخش قليبها وتقعد ثم. قل لي عمرش خدام باش يحضروا الماكلة وما تبحث لا ليه ماني دنيت بهم رسم بلا ما هي وقلت لهم يقدروا رواحهم بس سبت ما يهزبوناش قدام البنت صحيح يعطيك باب بنت الحلالية راح جاي نمشي للشامبري نتاعي ونهدر ذهنويك يعطيك نعوشة تخملك. اذهب بك البكبوك ايش الهوني شي الحكاية قدمت هالمدة الكل الحكاية إلا هاني فيت عليها باكا نطلع على بنتي على خاطري أنا ما يصيرش احكي. اسمع ملا في المارشال طايح في حبك درباني ايه وسمسار السيد الفاضل يلا عرفت وساقط قلبي عمره ما يكبر. شوف انا شحال معاه تدي ربطي في الرطات وزيد يلا الليلة باش يجيبوها لهوني ويعملوا عقد عقدة ايه يا عقد نصران امين وديك تعقديت يا للهي العدودة هدتها الويد وهي تقولها من عام عام طهنة يا للهي عليها هو اصبح لي من الصبيح لمي حويجك ومشي لدار خوه صارت دي ما تفهمش روحك يا للهي هاني بتيت نفهم على التوى ايوه قولي ليش نعمل في الطفل اللي جاي باش يخطب لها اقول لك الحق انا لولاي ده عجبني تعرف يلزمني نعمل جميع مجهوداتي باش نعطيها له وسيدك يمشي كسر راسه على 4 شهور والله يلا احسن ما تعمل. اسمع خليني مش نعيط لهم ونفهمهم كل شيء وإذا لزم بالقوة لبسيطة أهليهم من عرس الكل. شكون اللي تعيط لهم وقوة وسياسة ونعرس الكل شكون؟ سيما سيدي فرحات ياخذ ظل الهيب وانا ناخذ صاحبه الهادي معي ما يجري في جرتي يبعثي في جوابات وكل ما تعدى قدامه يبدأ يلوح عليها في النوار. اي هذه حكاية جديدة ما في علميش بيها ضرب المليح الفيح يا للهي. اي وانت شبيك تاخذك يا ثلاثة ملوحة وفي القليلة يبعد شكون يخطب لا يا مسكين ما عنده والي يعيشك يفرحك بشبابك وبنتك خذهولي وانا نوريك في سيدي المارشال شو عمل لا حكاية سيدي خليها عندي انا اتقبى بيها فيما يخص مشياني لدار خويا حضر لي بقعة بحبيت في بيت الجنينة وعودة بركة قديم عندي يا لله عندي برشا انا وراه وربي راه لما نوريه نسيش نخطب مسكينة دلة قديش قلبها طيب ونزمناه شوفش قادة تقسي منه لو كان واحد اخرى غيرها راهي قلعت له الدروس نتاعها وخلته يمشي على الخطحات. اما هي بنت اصل ديما تسعى فيه لعله يرجع للطريق المستقيم هو المسكين ديما غاضش يعمل مش عارف هيا شكو ما بحدين كنت حيت لكم وطي صوت جاي تعيط لنا اللي ما تحياش يوم نهار ما قلتك يا سيدي هذاك نكسبه كيف عندنا اكثر ما نعطيك بثلاثة واربع الاف يا سي بالقاسم ما ساعدكش الشيء هذاك لا يا سي بالعيسى ما يساعدنيش بالله اي 500 وقت كنتوا تدخلوا الجنينة تولوا تدخلوا للدار شد يدك بهذومك واذا كان الامور تمشي بالقداه تو نساهموا هذا يلا يلا اسمع واذا كان الشق باي حاجه زفر ولا كح يكونوا على برا زفر ولا كح اي يلا هاكم صغير لا ما عندناش يلا عاد معاك يا لا ما عادش برشا علاش ما كنتش في سيدي محرز فهمت يلا برعيت لها مش بالباب بيها انتك يا شعب ربي تدي شبيكم شو يفهموا تفهموني دلنا طول نفهموك بسم الله شبيه انكم تتشال يا اخي هكا اللي جي يخطب تدي شبيك يا هدودي العظيم سمعت عليا شبيكم قلت برعيت لها بخيرك هاي ولك الفرد شنو الفرد هاي فرد فرد هبطول هاي 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 فرد ها ها
خمسة وخميس على القد وهزيه. لا اللي قلت لك كل صحيح. انا نقول لك الحق يا زهره، انت عجبين في هذا الكنيس او تسمع كل شيء بوظيف اهوما. والله ما كلمت ولا زاد نعمل كيف. ايش بك يا فرحات من جد كلامك قالت لي زهره وين تحت شو من خش هدودي يا عزيز. ايش بك يا رفيق متغشه فرحات؟ ايش بك مكمش وشربك مطرمه يا هدودي؟ ايش بك يا فرحات؟ انا خليني ساكت خير. يا اخي سرقت كل انا خليني مبكش خير. بالظاهر خاطر ما تقابلناش اليوم وشاك يا فرحات؟ هاك جيت للصحيح. اسمعني عايش ولدي. نعم. في عمارة وتجي وعرف كيف جبدلوا الحكاية فهمت؟ يلا بارك الله فيك ويجعلك كنيفة ولدتي وانا بالله من نهار كنيت في دار ولد عمتي توسمت فيك كل خير. يا رب يستر ولدي عييت وانا نشكر ونمشي. يعيشك. يعيشك. زي ما قلت لك الليلة ما قول لي ما تمغرب عنا عنا يا راجل تقعد بالسلامة وانت هدوجة اخي ما زال بكري عليك ولا كيفاش مش لي قلت لك الليلة تلمي روحك وانت وش انت يا بنتك وتمشي تباتي في حوش خوك. لا لا كاكا ما تخافش اليوم من بيت كان في دار خويا. هيا باه باه اواخذي اواخذي عظوما منهم ومدي يخشوا. احنا مين مين خلنا كيف ما الناس الكل من باب الجنينة جيتوا دفت الباب مفتوحة الدفتين كين زل العسل كين ستين قولي يا عمار كان فيه كان هذيك اكلي بالكسوة هذيك فرحات اللي جاي يخطب فيه هي فهمتني وذيك اللي اخر صاحبي لا مش صاحبه اكثر من اخوه روح خرجت من روح جينا باش نقول لك انت كلكم ادخل انا ايوه جيناك يا كفران يا اخي ناي ناي ماريشيل هم ضبع ماريشيل ما له عظيم بيك يا اخوي انت يا اخوي انت يا حمودي يا سيد الماريشال يا سيد المارشال ما تقولش عليه راه صاحبي فادلك جيد يا اخي نايم بصرع مات عمرك سمعت مارشال يبصرع ما سمعت ابدا معاذ الله ارفضوا في الموضوع يا فرحات يعيش ولدي يا سيد المارشال انا في الحقيقه اليوم جيتك وما كانيش نجي لكن يا اخويا الله غالب انا وحيد جريء عندي حد وقت فاكر يمكن ما عنده الا ما قلت هم وسطات بيسيب لو عطي لكي لقيتك بلاش لغبي بسراح يعطيك بقلك يا اخويا انت يا اخويا جهر بيمك ليه يا فرحات كلمه في الموضوع يا هديل يا سيك المارشال انا جيتك اليوم كاتب راغب في بنت الحسب ونسب بنتكم الهام يمكن في ياسر كي الناس بواحد كيفكم يبقى قلت دور تاخذ سنتيه بنتي نايب بنت الماريشال وتولي نصيبي هكا ناوي على ربي اسمها شنتي قبل كل شيء بريمير ما درت شي لارمي دوزيم ما اكشي بلدي من البلدية الكبار انا في ياسر الماريشال بريمير ما لارمي ما درتوش اوخ اي والله كما نقول لك وثانيا هذه حكايه البلديه حكايه غير لا بالمجد ير حتى انت هذا كلام صحيح لان الراجل سواء كان من العاصمه ولا من البادية انا نكلم فيك اصلي ولد بادية لكن جيت لتونس وعرفت التوانسه وقريت فيها وخلطتهم وعرفت منهم المليح والدنيا معلش اسمع انا نقول لك شنتي يا بنتي ما تاخذ كان واحد بلدي زينا يا سياده المانيشال اذا كنت تحب نولي بلدي كما تتصوروا انت ويصورهون كمشه بالدجالين انا مستعد لكن يا اخوي انا غرضي شريف ولاني تابع لا في القاب ولا في هناش ولا في ناشد ولا حتى شيء وزيد نقول لك يا سيادة المرشا ترد عليك هاك الجماعة اللي دايرين بيك ومن موقف فيه اللي منقب روحه بصفة اي وزيد نقول لك يا سيادة المرشا اللي انا كيف اي علاش كيف كيف قول يا شنتي يا كيف
يا اخي واش انهي ناوي تصوتني ولا قام الصوت اسمع ناي قلت لك شنتي يا بنتي ناي ما تاخذ كان واحد بلدي زي ناي ولا بي بالمدايات أبوه لازم واحد بلدي يدور يقابلني أي لازم كم نجي نسمعه واش يدور برا دور همشي نروحوا على رواحنا أخذوا غادي أخذوا اليوم أما بيا والنبي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة حول في بانكم حصلتونا اللي مع ربي ما يغنى سرية مخروبة من بابها نحيبها هلا غالبي فرحان سمع كل شيء شجع عزيزتي انا عمري ما نسلم فيك وانت يا هدودي انا هو فوقي موس لما نصبح ما تبقى فيك كنتم لا خدم لا عصيب مخرج ران يا حلو هتويز موسك جاي او حاول الفكره هيدا وما تجدل على وخاين المارشال شنيه الليله من بيت ولا عرايس لك كيفاش ايش اقول لكم حسان وحسين الليله ليله واش تحيا قنديل العروسه طويله وباب دار قصير اسمع هكا ابو رشيف هاته بكل كاية وبعد تالي قني لينا براد داي احمر غايب عليه البيت براد داي احمر اي ما نجيبوا شوية كاكاوية اي ونبشمطوها اي ونجيبوا يخوها اي ودولي لينا اي فيك سياطك بقلة هاي خدامة قد روحك عماهما ونبع عليهما سلم وحسين العزوزة الزلوات كل عام عن طابق هيا ماركة بلتلك بمسلاحة وانتوما ها اجوا ديرا انتوما الى تسبحون خشو اه دانو لاموزين اما تمشوش دانو كي بكريك ناي معها كزوز شنات وانتوما دانيتو لاموزين اتنا طارت ناي نركو نحسيبة سيدي الفاضل خلنت بيك لقيت الفاكتور جايب لي البرايات لا لا تهنى حسن وحسين ديسيبلين سيد مرجان سيد مرجان شنو مرجان جات الطالب اهي يا ابو رشيد راح جاي راح جاي اصلح كيف تمشي معايا للجنب نمشي للجنب بالدين قصميه وشيخوها يا ابو رشيد راح جاي اسمع ولادك قلت لي هني قاعد هني هي ويدخلش هشو خلها وقوف وقوف حتى نقطع لك من هنا احنا اسمع يا ابو رشيد ولا لا 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 خلها وقعود وقعود حتى نقطع لك حتى تقدر احنا نجيو احنا نجيو جو مسكين 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 جولي يا مازمازال تري جولي مازمازال تري جولي المارشال قلقوا تحبوا تقعدوا قعود تقعدوا قعود تحبوا تقعدوا وقوف وقعدوا وقوف وانتوما هلكم غادي حسان وحسين فويا مسوسه وطاح بها غراباوة منظرهم يقتل بالضحك هذو كيال الموزيكجي بتاع المارشال هذو كم يقوم الا بيهم وما يرقد الا بيهم وين يمشي هما معاه هذه هي المسره من المشاطره اللي بتشوفها في هالدار نعرفك يا فاضل ما تزني كل البقايا علي تسيخني وتطيرحني القلق ما لو تحب الهزك غير الزهو والرياقات انا اقول لك تبعني تربح ما حقنيش سمعت كلامك دخلت الدار ما نعرفش ماليها بكاك مشكاك خرج هذا يا صاحبي اخذ الخوذ وعطيني الحريه المطلقه باش نعمل في دار شنحب اسمع فاضل انا حشمة منك وقلت في اول فرصة باش نجبد لك تعلك الموضوع انا موضوع موضوع زواجنا فيما وقت اللي لمروحي ونقبض محصول لهناش ركبوا صداقنا ما عليك ثقة فيها ليه مش ما عندي ثقة فيك انما الناس وقوالهم ما تخلي حد في راحة تشامك من اقوالهم بدل علينا الموضوع شقابك في الخاتم عجبكش خاتم كي هذا ما قيمته 100,000 يعجبني شي ليلي مسمحها وما بها عويناتها هيني هكا أسيد الفاضل ها قول لي أخي ناين دور نسلم عليها كيف
ده ندني مش ندني يا اي واخر خطوتين التالي قدم خطوتين القدام ومن بعد شد لها يدها وبوسها وبعد كلها شو تحب تقول باهي اه ربي معايا نسمعها وما بها كرعيها لا كرعيها هاي اللي نسمع هذا ماسكت استنوا حسين كيف تحر يبتعدنا على فاكرونا هلا التي سهلولها محلق قدك في حوشي هلا التي سهلولها محلق قدك في حوشي ها سيد مرجعت سيد مرجعت انحضروا طاولة ليه حضروا طاولة لانه كل شيء ها قدم المارشال عمر بري بري ولا تهب سيد فاضل ما احنا خدودها تقول عليهم زوز كرود طلعت انا مسرورة ياسر بمقابلتك والله اذا رخيف روح ياسر يتغيثم فاتيك قول يا سيد فاضل اخي نسمع فيها تكلم بالروم يا اخي واش قال اه قالت انت انت خفيف روح ياسر ولا تملاح اي خضرها راكو قدامك يا لله وين قد شورك اه يا سيد فاضل ما بيض سنونة قالت مسي ما عادش نقتلوه فعلا شد روحك يا راجل بقى لاعب مش نروح قالت مسي مشيش تجبدلها على حكاية الخاتم ولا كلمتين الفرنك على تكمل اه واخي اخي وما نقولش ليها حتى اذا كان عجبها ولا ليه رد بالك تقول لها حاجة ما كانش تقول هذا مشتاق وما همش بلد بالكل ليه لسي حامي اللي تقولها انت هذا ما نقول ليها شيء هيا الطاولة تبريبارات وتنجمو تكنصوا هيا هللها هل التي سهلوا لها هيا كانوا قعدوا نوكلوا هل التي نحكي بوكو نيتانا باكو 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 سيداتي وسويداتي قدموا لكم توا خبطة من عند المارشال معناها خبطة خبطة معناها خبطة كبراسيه بريزة راح جاي هو ناي قده ليا في تونس ما سمحتش ارخى زي هذي سامة واحدة هذي واحدة في البطوة قال التي سهلوا لها ما احنا قدك في حوشي هل التي هل التي سهلوا لها نيزداد حوشي ببخورك عاد قلت ليكم هالمليمة المولمة لكم انتم ايو هالجلاج الانداجج وهسرة ديك المسيرك يقلكم فاتوكم شريعات واش باش يقول ربي يعني قلت ليكم وهالقط المضطوط هافايا لكم انتم ذاتك لنا زنوبة تاك اسم سيرية